بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا سعيد جدا النهارده بوجودي في هذا المصنع، مصنع جديد بيقام على ارض مصر باستثمارات مصريه مجاريه، الجانب المجري 60% والمصري 40%. والحقيقه اكتر حاجه يعني انا مهتم بيها في هذا المصنع انه بيصدر 60% من انتاجه. الحقيقه حاجه تفرق، واستثمارات حوالي 100 مليون جنيه، وبيوفر في فاتورة العملة الصعبة في مجال الأجهزة الطبية وأجهزة المحاليل. هي حاجة تشرف، المستوى اللي شفناه في هذا المصنع حاجة إيجابية جدا، تدل على إن الصناعة المصرية الحقيقة مستواها ما بقاش مستوى عادي ولكن مستوى عالمي ينافس الصناعات العالمية. وعلى هذا الأساس أيضا أو الشركات العالمية بتفكر وبتيجي وبتستثمر في أرض مصر عشان تكون مصانعها مركز انطلاق ليها سواء للشرق الاوسط او للقاره الافريقيه. فالحقيقه انا فخور جدا، يعني الحقيقه الحمد لله الفتره اللي فاتت افتتحنا عده مصانع وكلها مشرفه، وكل مصنع فيهم في نقطه مضيئه مختلفه، اللي صادراته كبيره، اللي استثماراته كبيره، اللي بينتج حاجه ما هياش موجوده او بتوفر في فاتوره الاستيراد. انا فخور بالصناعه المصريه، وان شاء الله حاسس ان الفتره الجايه هتشهد انطلاقه كبيره جدا اقتصاديه، وبالذات ان شاء الله مع الهدوء السياسي، والصناعه تكون خطيره مهمه جدا للاقتصاد المصري ان شاء الله. معدل النمو الصناعي حوالي 3%، احنا خارجين 3% بالزائد، يعني نمو ايجابي. انا اقدر اقول لك ان ده معدلات كويسه جدا، لان احنا بعد الثوره دخلنا في معدلات سلبيه، وصلنا ناقص 4% وناقص 5%، النهارده لما بنحقق زائد 3% فده يعتبر شيء ايجابي، وبيدل ان احنا بدانا العمليه تستقر، وان شاء الله مع الفتره الجايه نوصل للمعدلات اللي احنا عايزينها 5 و6 و7%. اسمحوا لي ان اشكر او ارحب السيد بيتر سيارتو وزير الدوله للشؤون الخارجيه والعلاقات الاقتصاديه الخارجيه، والسيد السفير المجري بالقاهره. وانا اتقدم بالتهنئه للشركه العربيه المجاريه لصناعه المستلزمات الطبيه وللانتاج المتميز لهذه المستلزمات الطبيه.